وبما أن الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى إليه، وبعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أرواح الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين، وتجاوباً مع الإرادة الشعبية في التغيير، أتقدم باستقالتي من الحكومة متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن وسلوك طريق الوحدة والاستقرار والازدهار. عشتم وعاش لبنان.